السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أسعد الله مساءكم متابعي قناة Learn English with أسماء في درسنا لليوم إن شاء الله سنتعلم كيف نعبر عن الملكية في اللغة الإنجليزية عن طريق صفات الملكية Possessive Adjectives وضمائر الملكية Possessive Pronouns فلنبدا الان اذا كنت تريد تعلم اللغه الانجليزيه والتحدث بها بطلاقه فابدأ الان واشترك في القناه وفعل الجرس ليصلك كل جديد ولا تنسى ان تضغط لايك like اذا اعجبتك هذه الدروس فلنبدا الكورس على بركه الله الان نبدا بصفات الملكيه possessive adjectives لماذا سميت بصفات عندنا my your his her its our your their ردد معي my your his her its our your their جيد لكي أقول إنه كتاب باللغة الإنجليزية أقول it's a book it's a book A book هو كتاب يعني هو اسم noun الآن إذا أردت أن أنسب هذا الكتاب للمتكلم إذا أردت أن أقول إنه كتابي أستعمل طبعاً صفة الملكية my وأقول it's my, book. it's my book. سميت Adjective أو صفة لأنها تأتي قبل الاسم تأتي مقرونة بالاسم وتضفي عليه صفة أنه منتسب أو أنه ملك لشخص ما أو لشيء ما. It's my book يعني يجب أن نتذكر أن my, your, his, her إلى آخره تأتي متبوعة أو يليها اسم دائماً تكون مع الاسم لكي تنسب ملكيته إلى شخص أو شيء ما ممتاز مثلاً كيف أقول إنه كتابك It's your book It's your book إنه كتابه لاحظوا لكي أقول كتابه هو أتحدث هنا عن الغائب مذكر اللي هو هي إذن صفة الملكية التي تقابل هي هي his ولذلك أقول it's his book it's his book أو it's her book إنه كتابها لاحظوا أن possessive adjective الذي يقابل الغائب المؤنث هو her لاحظوا she أمامها her ولذلك أقول it's her book إنه كتابها لا تقلقوا في الفقرة الموالية من الدرس سنتدرب على استعمال كل واحدة على حدة الآن ما هي ضمائر الملكية وما هو الفرق بين صفات الملكية وضمائر الملكية إنه كتاب It's a book إذا أردت أن أقول إنه كتابي كما رأينا أقول It's my book It's my book هنا عندي صفة الملكية My It's my book أو It's mine بكل بساطة It's mine It's mine تعني إنه لي لاحظوا أن ضمير الملكية يأتي ويحل محل الاسم ولا يأتي مقرون بالاسم لاحظوا عندما أقول It's mine Mine لا يليها اسم ليست مثل It's my book It's mine أنا أعني أنه كتابي إنه لي من الخطأ أن أقول It's mine book لا يمكن أبدا أن نقول it's my book إما أن أقول it's my book أو it's mine هذا الكتاب باللغة الإنجليزية هي this book هذا أو هذه هي this this book هذا الكتاب الآن إذا أردت أن أقول هذا الكتاب هو كتابي أو حرفيا هذا الكتاب يكون كتابي this book is my book لاحظوا هنا كأنه في تكرار كأنه ركاكة في اللفظ This book is my book ممكن أن أستبدل my book possessive pronoun الضمير ضمير الملكية mine وأقول This book is mine هذا الكتاب هو لي This book is mine ممتاز والآن نمر إلى أهم فقرة في هذا الدرس وهي فقرة التدرب لنتدرب سويا على استعمال هذه الضمائر وهذه الصفات قبل أن أبدأ أريد أن أشير إلى نقطة مهمة جدا هي أنني شخصيا لا أحب التركيز على المسميات اللغوية possessive adjectives possessive pronouns ضمائر صفات المهم هو أن نفهم استعمالها وأن نفهم لماذا هي موجودة أو لماذا تستعمل في اللغة ونتدرب عليها ونكتسبها فقط وإذا أردنا أن ننسى المسميات اللغوية بصفة نهائية فلننساها ليس هنالك أي مشكل فلنبدأ ب my mine your yours محفظة، محفظة نقود باللغة الإنجليزية هي a wallet، ردّد معي، a wallet، a wallet ممتاز إذا أردت أن أقول إنها محفظة، إنها محفظة نقود، كيف أقول ذلك؟ it's a wallet، it's a wallet ردّد معي، it's a wallet كيف أقول إنها محفظتي؟ إنها محفظتي ممتاز أقول It's my wallet It's my wallet ممتاز الآن أريد أن أقول إنها لي إنها لي بدون ذكر المحفظة كيف سأعبر عن ذلك؟ بالتأكيد سأستعمل mine وسأقول It's mine إنها لي إنها محفظتي It's mine تذكرون كيف أقول هذا أو هذه؟ This هذه المحفظه هي او هذه المحفظه تكون this wallet is هذه المحفظه هي لي او هذه المحفظه تكون لي ممتاز this wallet is mine this wallet is mine فعل اوقع يوقع هي to drop to drop أوقع أوقع شيئا مثل أوقعت محفظتي I dropped في الماضي I dropped سنرى إن شاء الله في الدروس الموالية الماضي بجميع أنواعه في اللغة الإنجليزية فلنكتفي الآن بحفظ أن أوقعت في الماضي هي I dropped I dropped ليس I dropped وإنما I dropped I dropped جيد كيف أقول أوقعت محفظتي؟ بضع ثواني للتفكير ممتاز I dropped, my wallet. I dropped my wallet محفظتك محفظتك باللغة الإنجليزية هي your wallet your wallet صفة الملكية المقابلة للمخاطب المفرد هي your في الحقيقة your wallet تعني محفظتك أو محفظتكم your wallet الآن كيف أقول أوقعت محفظتك أنت أوقعت محفظتك ممتاز You dropped your wallet You dropped your wallet الآن كيف أقول أعتقد أنك أوقعت محفظتك سيدي تذكرون كيف أقول أعتقد I think I think أعتقد أنك أوقعت محفظتك سيدي I think you dropped your wallet sir I think you dropped your wallet sir الآن كيف أقول هل هذه لك؟ هل هذه لك؟ ممتاز Is this yours? Is this yours? هل هذه لك؟ أو هل هذه محفظتك؟ ممتاز Is this your wallet? Is this your wallet? سيدي Sir Is this your wallet, sir? كيف يجيب من أوقع المحفظة ويقول نعم إنها لي؟ ممتاز، Yes, it's mine! (Yes, it's mine) هل كانت إجابتك صحيحة؟ أحسنت، الآن كيف أقول نعم إنها محفظتي، شكرًا؟ Yes, it's my wallet، thank you! Yes, it's my wallet! Thank you. كيف اقول اعتقد انني اوقعتها I think I dropped it I think I dropped it كيف اسال هل هي لك هل هي لك او هل هذه لك Is this yours is this yours كيف اجيب اقول لا سيدي، إنها ليست لي. No sir, it's not mine. No sir, it's not mine. سيدي باللغة الإنجليزية هي sir. No sir, it's not mine. الآن لنتدرب سوياً على استعمال his, her, its. كلمة قرار، قرار باللغة الإنجليزية هي: من يعرف.. ممتاز. A decision. A decision. A decision. ردد معي. Decision. A decision. جيد. هذه هي This is هذه او هذه تكون This is اذا اردت ان اقول هذه او هذا يكون قرارها كيف اقول ذلك ممتاز This is her decision This is her decision Her decision قرارها لاحظوا ان صفه الملكيه المقابله لشي التي تعني هي هي her her ولذلك قلت This is her decision الان كيف اقول هذا هو قراره هذا قراره This is his decision This is his decision. ردّد معي This is his decision. ممتاز، الآن كيف أقول؟ هذا هو قرارها وليس قراري. فكّر قليلاً. ممتاز. This is her decision, not mine. This is her decision, not mine. هذا هو قرارها وليس قراري. This is her decision, not mine. لم أقل This is her decision, it's not my decision. لأن هنالك ركاكة أو تكرار في التعبير ولذلك استعملت mine. Mine تحل محل my decision. This is her decision, not mine. Not mine. تذكرون كيف أقول إنه لي أو إنها لي؟ جيد. It's mine. It's mine. إنه ليس لي ممتاز It's not mine It's not mine كيف أقول؟ إنه قرارها وليس قراري ممتاز It's her decision, not mine It's her decision, not mine هنا إذا أردت أن أقول إنه قرارها أقول It's her decision, أو it's hers it's hers. هنا ضمير الملكية المقابل لشي she واللي هو الغائب المؤنث هو hers hers it's hers. إنه لها أو إنه خاصتها وهنا أعني قرارها it's hers. الآن كيف أقول إنه قراري وليس قرارها؟ بالطبع باستعمال hers المرجو كتابة الأجوبة في التعاليق جيد It's my decision, not hers It's my decision, not hers أو not hers لاحظوا أن T في آخر كلمة not أخففها كأنها غير موجودة It's my decision, not hers قطة باللغة الإنجليزية هي A cat الكل يعرف ذلك A cat القطة القطة هي the cat the cat القطة يعني معرفة القطة the cat فعل الأكل باللغة الإنجليزية هو to eat to eat إذا أردت أن أقول القطة تأكل الآن يعني في زمن المضارع المستمر رأينا في الدروس السابقة the cat is eating ممتاز The cat is eating القطة تأكل ممكن أن أعوض the cat بالضمير it نعلم جميعا أن it لغير العاقل للحيوان مثلا مثل القطة أقول It's eaten. It, eaten it is eaten It is eaten It is eaten أو بالصيغة المختصرة It's eaten The food The food هي كلمة تعني الأكل the food أكلها أكلها وهنا أعني القطة يعني لغير العاقل أقول its food its food رجاءً لا تخلطوا بين its صفة الملكية its و its with apostrophe والتي هي فعل to be في المضارع its food الآن كيف أقول القطة تأكل أكلها؟ فكر قليلاً The cat is eating its food. The cat is eating its food. هل أجبت بشكل صحيح؟ لا تنسوا كتابة الأجوبة في التعاليق. The cat is eating its food. تذكرون كيف أقول قرار؟ A decision. A decision. إنه قرارها أو هذا قرارها. This is her decision. This is her decision. كيف اقول هذا قراره المذكر ممتاز This is his decision. This is his decision. تذكرون كيف اقول تذكرون كيف اقول فعل المغادره to leave to leave رايناها في الدروس السابقه to leave كيف اقول عليه ان يغادر اللي شافوا الدروس السابقة أكيد سيعرفون الإجابة. he should leave. he should leave الآن كيف أقول؟ أعتقد أن يجب عليه المغادرة. أعتقد أن عليه المغادرة. الآن بضع ثواني للتفكير؟ أحسنت. I think he should leave now. I think he should leave now. الآن كيف أقول؟ انه قراره وليس قراري انه قراره وليس قراري its his decision not mine its his decision not mine الان كيف اقول اعتقد ان عليها المغادره الان اعتقد ان عليها المغادره الان i think she should leave now I think she should leave now. كيف أقول هذا قرارها وليس قراري؟ فكر قليلا. It's her decision, not mine. It's her decision, not mine. هل أجبتم بشكل صحيح؟ أحسنت. الآن لنتدرب سويا على استعمال their و theirs, our و hours حلم باللغة الإنجليزية هي a dream, a dream. ردد معي a dream. حلمي حلمي هي my dream my dream كيف أقول هذا هو حلمي؟ ممتاز this is my dream this is my dream كيف أقول هذا هو حلمنا؟ لاحظوا أن صفة الملكية المقابلة للمتكلم الجمع اللي هي نحن وي تقابلها our our وبهذا نقول this is our dream this is our dream ردد معي this is our dream اللي عنده مشكلة في نطق الار R في كلمة our لا ينطقها يخففها الى ابعد حد ممكن. ممكن نقول This is our dream This is our dream لاحظوا أنني لم أنطق R وهذا نطق يشبه نطق الإنجليزي البريطاني This is our dream أو This is our dream كيف أقول هذا الحلم هذا الحلم جيد This dream This dream هذا الحلم هو حلمنا هذا الحلم هو حلمنا This dream is our dream لاحظوا أنه في تكرار وفي ركاكة في المعنى This dream is our dream ممكن أن نقول This dream is ours This dream is ours ضمير الملكية ours حل محل our dream This dream is ours هذا الحلم هو لنا. This dream is ours. معنا فعل to give up. to give up. to give up يعني الاستسلام أو التراجع أو التخلي. to give up. to give up هو فعل مركب وإن شاء الله ستكون لنا سلسلة خاصة بالأفعال المركبة. الأفعال المركبة phrasal verbs هي الأفعال التي تكون مكونة من فعل وحرف جر. Verb plus preposition. وإن شاء الله سنراها بالتفصيل في دروس موالية. الآن كيف أقول أنا أستسلم؟ ممتاز I give up I give up. الآن كيف أقول أنا لن أستسلم. جيد I'm not going to give up I'm not going to give up. في درس سابق رأينا كيف نستعمل I'm going I'm going to أو going to للتعبير عن المستقبل I am not going to give up أو بالصيغة المختصرة I'm not going to give up I'm not going to give up في العامية الأمريكية ممكن أن نقول أيضا I'm not gonna give up I'm not gonna give up going to يختصروها ويقولوا gonna I'm not gonna give up هذا فقط في المحادثة وليس في الكتابة I'm not gonna give up رأينا هذا الفعل كي أساعدكم على الإجابة على سؤال التميز والذي هو كيف نقول بالإنجليزي هذا الحلم لنا ولن نستسلم أبداً هذا الحلم لنا ولن نستسلم أبداً لا تنسوا الإجابة في التعاليق ممتاز great كيف أقول سيارتنا سيارتنا هي our car ردد معي our car ممتاز كيف أقول سيارتهم؟ لاحظوا في الجدول صفة الملكية المقابلة لهم واللي هي والتي هي they هي their their ولذلك سيارتهم هي their car their car ممتاز كلمة سريع أو سريعة باللغة الإنجليزية هي fast fast ردد معي fast سريعة الآن كيف أقول سيارتنا سريعة فكر قليلا our car is fast our car is fast الآن بطيء باللغة الإنجليزية هي slow slow ردد معي slow بطيء كيف اقول سيارتهم بطيئه سيارتهم بطيئه their car is slow their car is slow الان كيف اقول سيارتهم بطيئه وسيارتنا سريعه بضع ثواني للتفكير ممتاز. their car is slow. سيارتهم بطيئة. their car is slow. Our car is fast. Our car is fast. هنا ممكن نعوض our car بضمير الملكية لكي لا يكون هناك تكرار وركاكة في اللفظ أو في التعبير. وبذلك نقول their car is slow. ours is fast. their car is slow. ours is fast. الان كيف اقول سيارتنا بطيئه وسيارتهم سريعه فكر قليلا جيد Our car is slow. Their car is fast او ممكن ان اقول Our car is slow. Theirs is fast. Theirs, theirs خاصتهم. Theirs Our car is slow. Theirs is fast كان هذا هو درسنا لليوم في المفردات تعلمنا مفردات جديدة مثل a wallet والتي تعني محفظة to drop I dropped a dream حلم to give up فعل الاستسلام والذي هو phrasal verb يعني فعل مركب وسنرى إن شاء الله مثله في دروس قادمة fast slow سريع بطيء food تعني أكل وقرار التي هي decision Decision. بالاضافه الى صفات وضمائر الملكيه المتعدده كان هذا هو درسنا لليوم شكرا لكم على المتابعه والى اللقاء في درس جديد